نذهب إلى نقطة أخرى والحديث عن مكتبة الكويت الوطنية التي تعد معلما ثقافيا مميزا ومركزا للإبداع الفكري والأدبي على مدى عقود من الزمن، حيث تعمل على حفظ التراث ما جعلها منارة مضيئة للعلوم والمعرفة. وتحوي المكتبة بين جدرانها مجموعة متنوعة ونادرة من الكتب ذات القيمة التاريخية والتراثية، إضافة إلى آلاف المخطوطات النفيسة. للمزيد من الحديث حول هذا الصرح الثقافي الكبير والمنارة الإبداعية، مكتبة الكويت الوطنية، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ كامل العبد الجليل مدير مكتبة الكويت الوطنية. صباحك بالخير أستاذ كامل، وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. صباحكم الله بالخير، ويسعدني الحقيقة أن أتحدث إلى مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج المميز. شكرا للاستضافة. تشرف فيك أستاذ كامل. بداية نتكلم عن مكتبة الكويت الوطنية من حيث النشأة. من حيث النشأة تعود إلى أكثر من 95 عام. ما شاء الله. مكتبة الكويت الوطنية ذات تاريخ عريق، ورثته عن طريق جهود الأوائل الذين بنوا بدايات النهضة الثقافية والعلمية في الكويت. فعلى يد مجموعة أفاضل من علماء وأدباء وفقهاء الكويت استطاعوا أن ينشئوا المكتبة الأهلية في بداية عام 1923 ميلادية، وهذا التاريخ القديم هو بداية إنشاء مكتبة عامة في الكويت. تعتبر هي المكتبة الأولى والرائدة في منطقة الخليج والجزيرة العربية. تطورت المكتبة الأهلية منذ ذلك التاريخ إلى أن احتضنتها الحكومة ممثلة بدائرة المعارف التي كانت تقوم بدور وزارة التربية. طبعا دائرة المعارف عندما ضمت المكتبة الأهلية لدعمها بالكتب والمقتنيات وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية عطاء المكتبة في الكويت، كان ذلك عام 1936 ميلادية. إن شاء الله. واستمرت ونمت وتطورت إلى أن أصبحت قبل الاستقلال لها فرعين داخل مدينة الكويت. وبعد الاستقلال وتحول دائرة المعارف إلى وزارة التربية سميت بمكتبة المكتبة العامة الرئيسية، ولها أيضا انتشرت فروع خارج مدينة الكويت. طبعا المكتبة في ذلك التاريخ الستينيات والسبعينيات نمت وتطورت بشكل كبير، وأصبحت المكتبات العامة المعروفة بالإضافة إلى المكتبة الرئيسية. ثم بعد إنشاء مجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بسبع سنوات، تحولت المكتبة العامة إلى مكتبة مركزية للدولة في منطقة المباركية المعروفة مدرسة المباركية الثانية، وضمت إلى مجلس الوطني للثقافة. ما شاء الله. وبعد تحرير دولة الكويت في عام 1994 صدر المرسوم رقم 52 وأعلن إنشاء المكتبة الوطنية. ما شاء الله، كل هذا التاريخ الكبير والعريق والتطور من يعني دائرة المعارف إلى وزارة التربية إلى لابد من وجود في هذه المكتبة أقسام مختلفة. لا شك. نعم. قاعات أيضا في هذه المكتبة. ودنا أيضا نعرف الناس والسادة المشاهدين على هذه الأقسام وهذه القاعات. المكتبة الوطنية تعد من كبرى المكتبات في منطقة الشرق الأوسط، فهي مكتبة تضم في مبناها الشامخ الكبير الذي يعتبر فعلا صرح ثقافي وذاكرة وطن. تضم عدة أقسام كما هي المكتبات الوطنية الكبرى. لدينا بداية قسم الأطفال يضم 9,000 كتاب وقصص للأطفال جميلة جدا باللغتين العربية والإنجليزية، وفي مسرح صغير لحكاية ورواية القصص للأطفال، ومركز صغير تعليمي وتربوي عن طريق عرض الأفلام والألعاب التفاعلية للأطفال، أجهزة معدة خاصة للمكتبات الأطفال، وتقام عدة أنشطة وفعاليات سنتكلم عنها في هذا القسم. لدينا قسم آخر للناشئة والشباب، فيه الروايات وفيه كتب الرياضة وما يستهوي فئة الشباب والناشئة. لدينا مكتبة أيضا أخرى لإخواننا وأخواتنا المكفوفين الذين يقرؤون بطريقة برايل، أو كذلك الدوريات التي طبعت في المجلس الوطني للثقافة بطريقة برايل، وهناك أجهزة ومعدات تكبر الحروف لضعاف البصر تمكنهم من القراءة في هذه المكتبة. هناك مكتبة وخاصة فقط لكتب تاريخ وتراث الكويت في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية وفي جميع المجالات. هذه المكتبة أطلق عليها كويتنا،
ثم عندنا مكتبة جميلة جدا للتراث العربي تحتوي 33,000 مجلد من أمهات الكتب النفيسة، تحتوي أيضا على 2,700 مخطوط أصلي من مخطوطات التراث العربي الفريدة، وأيضا لدينا 33,000 مخطوط مصور. هذه المخطوطات حصلنا عليها عن طريق الأرشيف البريطاني والمكتبة البريطانية. هناك كثير من الأقسام يتبادر إلى الذهن مكتب قاعة المكتبات الخاصة التي تحتوي الكتب التي أهديت إلى المكتبة من الرواد والأوائل والعلماء في الكويت الذين قادوا الحركة الثقافية والأدبية والفكرية في الكويت. نعم. هذه فيها 75,000 مجلد ما شاء الله تبارك ل20 شخصية كويتية أهدوا مكتباتهم الخاصة إلى المكتبة الوطنية. هناك أيضا قسم للمواد السمعية والبصرية والإنتاج الإعلامي خاصة في تاريخ وتراث الكويت والأفلام والبرامج الوثائقية عن الكويت. كل هذا الكم تبارك الرحمن الهائل. نعم. وأكثر يمكن أنا قاربنا الآن على قاربنا على نصف مليون كتاب ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا قطعتك لأن يعني ما شاء الله هذا الكم الهائل من الكتب وهذه القاعات اللي يعني لكل عمر أو نقول لا نصيب في المكتبة الوطنية. والأجمل أن القاعات الحقيقة مجهزة ومزودة بكل وسائل الراحة والهدوء والخدمة الذاتية المرجعية من الموظفين المختصين. طبعا لدينا قاعات أو لكل علم من العلوم مصنف حسب نظام ديوي العشري ما شاء الله، بالإضافة إلى غرف صغيرة للدارسين. فعلى سبيل المثال طلبة الدراسات الجامعية والدراسات العليا بإمكانه أن يعمل أطروحة الدراسة أو البحث العلمي عندنا في المكتبة في غرفة مخصصة له هو شخصيا، يقفلها ونوفر له كل وسائل الراحة. المكتبة فيها كل ما يحتاجه القارئ المؤلف الباحث الطالب، سيجد جدوى وسيجد من يخدمه ويساعده وهو على طاولة المطالعة. الأقبال، هل الأقبال نقدر نقول عنه أقبال؟ ليس بمستوى الطموح وليس بمستوى ما نتمناه كل هذه الإمكانات، وأيضا ليس برغم كل هذا الحقيقة الدعم المعنوي والتغطيات الإعلامية اللي نقوم فيها بالإضافة إلى تواصلنا الاجتماعي الكبير عبر وسائل التواصل للمكتبة، ولكن لا زال الإقبال ضعيف على زيارة المكتبات. نقوم بكثير من الأنشطة والفعاليات اللي فعلا تجذب وتستقطب، ولكن الموضوع أكبر من ذلك. من وجهة نظرك أسباب قلة الأقبال؟ المسؤولية تقع جماعية ومشتركة، تقع على البيت ومسؤولية الأسرة. جميل. ثم المدرسة وأيضا المجتمع بشكل عام فيما يحث ويدفع الناشئة منذ الصغر والأطفال إلى زيارة المكتبات وتعويدهم على القراءة في وقت مبكر سن مبكر. كما كنا في السابق زيارة المكتبات كانت متعة وكنا نقرأ على الأقل الصحف والمجلات وتستهوينا، وزيارة المكتبة كانت فرصة نلتقي كأصحاب فيها، فرصة نلتقي ونتبارى في عملية القراءة. صحيح. وماذا قرأت وكيف استفدت، وكانت تقدم في ندوات ومحاضرات في المكتبات العامة في الكويت. أتمنى أنه المعلم والمنهج الدراسي عندما يوضع يكون للمكتبة نصيب أوفر وإلزامي، لا يكون اختياري. مثلا يكون عليه درجات وضمن التقييم للمحصلة التحصيل العلمي، ويكتب ويلخص كتاب قرأ في المدرسة أو في مكتبة عامة أو في المكتبة الوطنية ويأخذ عليه درجات، أو أن يحث المعلم على أن يقدم الطالب بحث صغير أو ورقة عمل ترتبط بكتاب قرأ، وذلك ضمن المنهج، بما يعزز وينمي روح البحث العلمي وحب القراءة وزيارة المكتبات. هذا هو المطلوب اليوم من المسؤولية التربوية تجاه تشجيع وإقبال على القراءة. أستاذ كامل عبد الجليل، ولو بإيجاز خلينا نتكلم عن المكتبة والتكنولوجيا وكيف واكبت المكتبة التكنولوجيا حاليا الحديثة من حيث المواد السمعية والمرئية، أساس أيضا نوضح للسادة المشاهدين المكتبة الوطنية شنو قاعدة تقدم وشنو قاعدة توفر. من أهم الأمور اللي الحقيقة ركزنا عليها في انطلاقة مكتبة الكويت الوطنية هو التحول التكنولوجي. الآن منذ عامين
انطلقنا في تحويل الكتب الورقية إلى رقمية. ما شاء الله. قطعنا فيها شوط يفوق 550 كتاب من الكتب التاريخ والتراث الكويتي، الكتب النادرة القيمة اللي موجود منها نسخة واحدة، فهذه الكتب يجب أن نحافظ عليها. تحولت لله الحمد إلى كتب رقمية موجودة، وبإمكان كل من يريد أن يبحث في تاريخ الكويت للكتب المتميزة القديمة يجدها في قاعة المطالعة الإلكترونية. ربطنا المكتبة الوطنية في الدليل الإلكتروني الشامل للمكتبات العربية، كما ربطنا الدليل المكتبة الإلكتروني بالفهرس، مركز الفهرس العربي الموحد في مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض. هذه الانطلاقة وهذا التواصل الإلكتروني الحقيقة سيعزز المشروع الذي الآن نحن في نهاية مراحل تنفيذه وسنطلقه ويتم تدشينه، وهو المكتبة الرقمية. الديجيتال لايبراري مهمة جدا في المكتبة. ماذا تحتوي؟ على مكتبة مصغرة لكل ما لدينا من الأمور المميزة في المكتبة الوطنية، مثل الكتب والدوريات الكويتية القديمة التي بدأت من عام 1928 في مجلة الكويت وما يليها، أيضا المخطوطات الكويتية القديمة التي خطت على أرض الكويت، مثل مخطوط الموطأ سنة 1682 ميلادية. كل هذه الخرائط، الصور الفوتوغرافية، الأفلام ستكون في المكتبة الرقمية الإلكترونية. أستاذ كامل عبد الجليل، مدير مكتبة الكويت الوطنية، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. أشكركم على الحقيقة، وأود أن أؤكد ما ذكرناه بأن من الضروري نتمنى في هذه العطلة الصيفية أن الأسر تأخذ أبنائها الأطفال والناشئة إلى المكتبة الوطنية. الآن لدينا مسابقة للقراءة للأطفال ومسابقة أخرى للناشئة والشباب، سنقدم فيها على مدى شهرين حتى منتصف سبتمبر جوائز قيمة جدا للأطفال والناشئة للقراءة واستفادة من العطلة الصيفية وشغل وقت فراغهم بما يفيدهم. نرجو لكم التوفيق وشكرا جزيلا على حضورك وتشرفت بوجودك. شكرا لك.